بينما نتابعنا أول ركلية مدريدية، ومن ثم نعود للتشكيل الأساسي بالنسبة لجوسي ومانويل بيليغريني. كرة مرفوعة، جول 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 جول، هدف مدريدي في اللحظات الأولى. قلت لكم مشاهدي الكرام، الريال، شموخ الريال لن يسمح للبارسا ليتوج اليوم مع الهدف الاول. راول البيول لفضل جوزيه مورينيو كبديل لبيبي، ينجح هنا في تدوير الهدف الاول بضربه راسيه عرضيه على المقاس. كره جميله جدا من الكرواتي مودريتش، والمتابعه كانت مثاليه من اللاعب البيول، حطها في الشباك. لاعب مهاري، لاعب سريع، ممكن اليوم يحدث فوارق على مستوى قلب دفاع الريال. نرى ونترقب تحركات إسكو من أجل إيصال الكرة لباتيستا. جول 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 جول، سانتا كروز فعلها في مباراة الذهاب، يؤكد بسانتياغو برنابيو مهاجم الطراز الرفيع، ينجح هنا في مغالطة الدفاع وحارس المرمى دييغو لوبيز. مباراة مفتوحة، عنوان كبير، مالاغا يتحدى الكبار، مالاغا يتحدى الملك المدريدي. هنا بسانتياغو برنابيو الإثارة واللعب المفتوح لازال متواصل. ربع ساعة فقط شاهدنا هدفين، هذا هو إيسكو حط الكرة عرضية غياب التغطية على مستوى القائم الثاني. غريب جدا في الركنيات، لازم اللاعب يكون قريب جدا من القائم لتغطية الضربات الراسية، ولكن هنا سانتا كروز بكل هدوء. والريال طبعا بالأداء وبالأسماء الحاضرة ممكن اللقب العاشر يلوح في الأفق القريب. وذي كرة كريستيانو، ضربة جزاء، هل هي ضربة جزاء؟ نعم، الورقة الحمراء، الورقة الحمراء في هذه اللحظات احمرت في وجهك يا سيرخيو سانشيز، احمرت في وجهك وكريستيانو على موعد ممكن مع التهديف والهدف الثاني لنادي الريال مدريد. ولكن الأهم من ذلك مشاهدي الكرام، إذا فعلها من نقطة الجزاء سيكون الهدف رقم 200 في مشواره مع الميرينجي. هذه اللقطة الماضية عملية المس كانت واضحة يا سيرخيو، لا تناقش، لا تجادل حكم المباراة، العرقلة واضحة. إذن كريستيانو رونالدو ينتظر إشارة الحكم خيل مانسانو. في العادة كريستيانو ما يضيعش، في العادة كريستيانو ما يضيعش، يتقدم كريستيانو، ضيع هذه المرة، ضيع كريستيانو رونالدو. هذه ليست عادة تضيع الأهداف من نقطة الجزاء بينما ذا كرة كريستيانو رونالدو. الحكم ماذا يقول؟ مخالفة، واضح تماما بان رونالدو عيب كبير جدا بالنسبة لمدافعي مالاغا. تنفذ بسرعة ناحية كريم بنزيما، كريم محاولة المرور، لكن هنا يصطدم بالمدافع لوغارو. الحكم ماذا يقول؟ خطأ، الحكم يشير إلى خطأ في اللقطة الماضية، إعادة الكرة للحارس كابايرو. وخيل مانسانو كان قريب جدا من العملية، كان قريب جدا من العملية. احتجاجات قوية جدا على الحكم المباراة تحت الضغط اليوم. عموما خيل مانسانو ليس من الحكام المشهورين والمعروفين على الساحة الإسبانية، ولكن عموما حتى الآن قراراته سليمة، من بين أهم القرارات الإعلان عن ضربة جزاء. هنا الإعادة للكرة الماضية وإرجاع من كاماتشو للحارس كابايرو. الحكم كان قريب جدا ليعلن عن ضربة حرة غير مباشرة لفائدة الريال، بينما هنا التسديدة كريستيانو رونالدو. نتابع هذه الكرة المدريدية، كريستيانو محاولة تدارك تضيع ضربة الجزاء، رونالدو أمام المرمى، الحكم يوقف الجدار في المكان المناسب تقريبا على الخط، تقريبا على الخط. الحكم هنا يوقف الجدار في المكان السليم، وألونسو مع كريستيانو رونالدو، واضح بأن كريستيانو هو الذي سيسدد هذه الكرة. ضربة حرة غير مباشرة، يعني لازم يلمسها تشابي ألونسو قبل أن يسدد كريستيانو رونالدو. سانتا كروز بطاقة مجانية بعد عدم الامتثال لأوامر وتعليمات المدرب أو الحكم المباراة عفوا، خيل مانسانو. كريستيانو رونالدو، جول 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 رونالدو، إلتون رونالدو
يسجل الهدف الثاني. وخذ عندك عزيزي المشاهد، هو الهدف رقم 200 في تاريخ مشاركاته مع نادي الريال مدريد منذ أن قدم للقرعة البيضاء قادما من مانشستر يونايتد. هذا هو الهدف رقم 200، نعم هذا هو الهدف رقم 200 بالنسبة لكريستيانو رونالدو. نقول عنه بأنه سادس أفضل الهدافين في تاريخ الميرينجي بعد الأسطورة راؤول، بعد الكبير دي ستيفانو، بعد الأنيق سانتيانا، بعد المبدع بوشكاش، وبعد اللاتيني المكسيكي هوغو سانشيز. يأتي الدور على كريستيانو رونالدو. لغة المرتدات، أمامك شوارع الدون، أمامك شوارع. هذه كرة أوزيل، هل يسعد المدريديين؟ هل يسعد المدريديون؟ مسعود يسعد المدريديين بهدف ثالث. نعم هو فيستيفال الأهداف في حضرة الملوك هنا بقلعة سانتياغو برنابيو. شوارع مدريدية فتحت المجال للدون كريستيانو رونالدو، عبد الطريق لأوزيل. هنا الألماني مسعود يسعد الملايين من أنصار الريال مدريد بهدف ثالث ولا أروع. يا عيني يا سلام على المراوغة، يتلاعب بالدفاع ويقول كابايرو جيبها من الشبكة. هذه صعبة عليك عندما يكون أوزيل في المكان المناسب. انتظر الأهداف، ها هو الألماني يصنع الثالث. أفضل الثواني ممكن يكون معهم المنتخب الفرنسي وممكن يلعب البلاي أوفس. حتى الآن الأمور لم تحسن بعد بين الجارين إسبانيا وكذلك فرنسا، بينما ذي الكرة لمالاغو. روعة 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 يا أنتونيش، عالمي يا أنتونيش. ما أجمل أن تسجل هدفا بهذه الطريقة بسانتياغو برنابيو. هنا دياغو لوبيز يطير من أجل صدها ولكن كانت بعيدة 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 جدا. أنتونيش والبصمة البرتغالية تنجح في منح الهدف الثاني لنادي مالاغا. قلت لكم سنعيش على وقع الأهداف، مهرجان من الأهداف لا من جانب الريال ولا من جانب مالاغا. رغم اللعب 10 عناصر فقط لكن مالاغا يرفع التحدي، يرفع التحدي أمام الميرينكي. كريم بنزيما يتحرك على الجهة اليسرى مرة أخرى، يلعب باس مع مودريتش، مترابطات جميلة جدا. هذه كرة تشافي، فرصة الرابعة يا كريستيانو. نعم هو الرابع للريال مدريد. مباراة تدريبية للريال، مباراة استعراضية للريال. كريستيانو قال لبنزيما دورك، كريستيانو قال لبنزيما دورك يا رجل، أنت أيضا لك نصيب من الأهداف. كان بإمكان كريستيانو رونالدو أن يسجل الأهداف ولكن هنا عامل الإيثار، عامل الإيثار وفعلا التضامن الكبير والكل. نعم سيسجل بنزيما، يأتي دوره، شاهد اللمسات. يا سلام يا عيني على المترابطات، هنا انسجام وتناغم. نعم كتلة واحدة تشتغل في رقعة الميدان من الدفاع مرورا عبر وسط الميدان. ضابط الإيقاع تشابي على نيق مودريتش، كرة في العمق للدون كريستيانو رونالدو. يقول لي بنزيما حطها في الشباك، يقول لي بنزيما حطها في الشباك. دورك يا بنزيما لتسجل الرابع. هدأت العاصفة نسبيا بينما الصورة دائما مخرج المباراة يعطينا صورة كاسياس ويعطينا صورة جوزي مورينيو. مودريتش يسجل الهدف الخامس له. نعم يأتي الدور على الكرواتي مودريتش من خارج منطقة الجزاء، يسدد كرة في الزاوية البعيدة عن مرمى كاميني. قلت ويا كاميني في الشوط الأول، يا ويلك اليوم من نجوم الريال، قد تعيش الليلة سوداء كابوس مع هذه الآلة المدريدية التي لم تتوقف. مودريتش يلعب عملية 1-2 بينه وبين كريم بنزيما ويسدد بهذه الطريقة. شاهدوا التسديدة يا سارية، لمست الكرة القائم لتستقر في الشباك الأندلسية. مالاغا يتلقى الخامس، فهل من مزيد يا مدريد؟ هل من مزيد يا مدريد؟ يمتعون في هذه المباراة. الكرة في الجهة اليسرى، هنا المتابعة، ممكن التسديدة، ممكن التسديدة، ممكن التسديدة. دي ماريا في الانتظار، فابينو على الجهة اليمنى، فابينو العودة لدي ماريا باليسرى، باليسرى يسدد الكرة. نعم السادس.
يسارية بحثت عن الشباك الأندلسية في الزاوية البعيدة يا كاميلي، خذها عندك في الشباك يا كاميلي. نعم بطريقة رائعة جدا دي ماريا، يمتعنا في هذه الكرة، يمتعنا بهذا الهدف الخاتمة بالسادس، ليست من رونالدو، من دي ماريا. فابينو حط كرة للاعب دي ماريا في الزاوية البعيدة، بين قوسين دائما أقولها في الزاوية الميتة، الزاوية الصعبة على حراس المرمى، قريبة من القائم، وهذه صعبة يا كاميني، جيبها من الشباك، الكرة لسادس مرة.